السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيفاش مع صحيح؟ كيف وليداتكم؟ كيفاش مع صحيحكم الصحيه يا اخوتي؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا في صحه جيده يا اخوتي. واليوم راني عاد نتواجد في الطبيب ديال المركب، راه عند الوالده عندنا، راه دارت فتحت هذيك الهرسه اللي كانت اخوتي شحال هادي تهرست، اسحبنا غير مهرسه من حيدت وبرات لها اليديه من الهرس وطلقوها لها، لقاو لها العصبه تقطعت لها، حيت من طاحت تلتخت تعكلت بالحجره وتلتخت على وقفت تقطعت لها العصبه من يدها من هنا. عندنا راه خوتي راه دارت العمليه، راه عاد دابا خرجوها. دعيولي مع الميمه ديالي، دعيولي مع الحبيب ديالي، دعيولي معاها، دعيولي بالشفاء، تنترجاكم دعيولي مع المشاهدين ديالي كاملين، دعيولي مع الميمه ديالي. هذيك هي عينيا وديك هي الفلده ديالي، هذيك هي باش تنفس. والله يخلي لكم نتوما المهمات، والله يشافي كل مريض، كل مريض الله يشافي اخوتي، نطلب الشفاء لكل مريض اللي جا لها الطبيب اخوتي. راه كي قال لي جيت للطبيب تقولي كلشي مريض، كاين حتى شي واحد بقى في دار. ايوا باش نقول لكم اخوتي، هاد النهار ما نقول لكم شي الحاله ديالي، هاد النهار شتوني فاش بيت الليل كله، بيت ما نعست ما شت، ودابا هي عاد كيخرجوها من العملية، حالتها باقا الدوخة فيها، وراني تنترجى الله يصبح لي مهمتي على خير وبخير، ويعاد لي وسادة إن شاء الله يا ربي. عاد ضحات معانا المهمة كتشوفو، خلات لها الوالد، الوليدات باقين صغار، كلهم صغار خوتي، بخمسة دراري صغار والبنات عاد جوج، حنايا انا وحده اللي خا الكبيره اللي كثر مني، وانا وضحات الميمه ديالي تكبرتهم وجوجتهم، على دابا واحد بلا جواج. ضحات معنا، كان فيها الرجل والمراه مسكينه، وهي باقا كتضحي معنا مسكين. وطلبوا لي معها الشفاء العاج، طلبوا لي مع الميمه ديالي، والله يخلي كل واحد الميمه ديالو الابد ديالو. خلي لكم وليداتكم اخوتي، وراني اخوتي راني كنت ما باغياش نصور، ولا قال لي الطبيب غير صوري معاهم، ما صورتيش شحال هذه ما صورتي معاهم، ويقولوا لك ما صورتيش اختي الطو، ما بقيتيش حتى هذا، حيت اخوتي حيت ما بغيناش نخبعوا عليهم، واحد النهار غيقولوا كانت مريضه ما بابي وما نقدرش نخبع ضروري، حنا كنشاركوا معاهم كل شيء، ما يمكنوش نخبعوا عليهم. ولكن اخوتي شي وحدين الله يهديهم تيقول لك تتسعي، انا ما تنسعاش اخوتي، لكن كنوريهم افراحنا واحزاننا، راه كنوريوها لهم حنايا. انا نتوما كون ما حاسبكمش العائله ديالي ما صورش معاكم، ولكن راكم عائلتي وحبابي وكل شيء فيكم، راكم اخوتي في القلب قسما بالله، راكم في القلب ديالي. ولكن اخوتي تيقول لك راكي تتصوري تتسعي، حاشا باش نسعي انا، يعني المهم نهزها هكا بسناني وما نسعش اخوتي. دعيولي غير مع السعية ديالي اللي تيقولها هذا، هي دعيولي غير مع مهمتي، نطلبكم دعيولي غير مع المهمة ديالي، الشفيع لي الله ويقعد لي الله وسادة. دابا هي فتحت على يدها، على العصبة تقطعت لها، ودابا خصها تفتح عاوتاني على المرارة، عندها الحجرة، عندها فيها 10 سنتيم. الرانديفو ديال المرارة مازال شي شوية. لا عندها هاد الأيام قريب شوية. إوا كون قلت لكم أخوتي، اللهم لك الحمد. الحمد لله. اللي جات مع الله حمدتها وشكرتك يا ربي، لك الحمد بلا عذاب. دعيولي مع أخوتي. والله يخليكم ليا ويطول ربي في عمركم، يعطيكم ربي الصحة وبقاو معنا إن شاء الله. الصحة وانتوما معايا الحباب، أنا مازال خصني عاد نولي ندخل لعندها. تحية لكم الأحباب، شكرا لكم، تبارك الله عليكم. حنا مازالين كنتواجدو في المركب في الطبيب، يعني باش نتسناو شوية على ما يجيو الأخوان ديالنا، وغادي نمشيو إن شاء الله. كنتسناو غير خوتي يجيو باش يدو العيالات، وغادي نمشيو إن شاء الله. الله يرحم، نشوفو خوتي كي دارت من البيت، نعطيو على خلطانا، قلنا المثلا وبقى نشربو البيضة غير لويزة باش تحيد البنت ديالها، تنطلبكم ونرغبكم ونكون تعزيزة عليكم باسكم يبقاو دايمين مع المهمة ومع دعواتكم معنا ومع جميع مرضى المسلمين جميعا. كلشي يسخر لهم راه بزاف الناس حالتهم. الله يحسن العوار، راه اللي مجرب هو اللي يعرف، اللي ما مجربش راه ما يحسش. اللهم شافي مرضى المسلمين جميعا. امين يا رب. يمكن ما جاتكم الطاقه، نشاركوا معكم افراحنا واحزاننا، نشارك معكم اي حاجه اللي كتمس العائله راه كنشاركوها معكم، ما كنخبعوا عليكم والو. دعواتكم معنا ومع جميع المسلمين، لان مع ربنا نشوفوا ان شاء الله عزيزي. يا ربي تشافيها من عنده يا رب. زوينه جيت شينا خوتي، كنت كنقول لكم انتم هما العائله ديالي،
نتوما هما حبابي وكل شيء فيكم مفقود. شي دري تقول لي خوتي خلي بنادم يقول لي بغا، حنا ما كنسعاو حتى شي واحد، كنسعاو الله. ما عمرنا قلنا شي واحد عطينا خنشط طحين ولا عطينا شي حاجه. الحمد لله واكلين شاربين، ما خصنا حتى خير الحمد لله باش غادي نسعاو. إن شاء الله معكم إن شاء الله تدخل للسلطان، إن شاء الله معكم إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله ما خرجت العملية اللي أقريت، خرجت على خير وبخير هذه الدنيا كلها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا غادي نشوف الحلقة إن شاء الله، نتابعوا إن شاء الله. ماشي غاية أنا خوتي اللي راني هنايا، راه خاين خوتي سي رحمة. خالتي سعاد راه مسكينة معاها لداخل، حنا جالسين برا. ما كرهناش نباتوا هنايا الصراحه، هاد الله والله ماشي مشكل. معاك انت راه كان الصاح الا كنباتوا شويه، واخا البرد ماشي مشكل نباتوا والله، نباتوا ماشي مشكل. البرد ما كيقتلش، نهار ما مشى ما والو. ان شاء الله تبقاو معنا. هادي ستاسيون مركب، الله عليكم. اليوم كنتوجد عند خالتي في السبيطار، مسكينه راه عيانه، يلا خرجت من العمليه. نتوما مريم هي في حداها. يلا خرجت مازال فيها البلجي، يلا خرجت هذه واحد ربع ساعه. نتمنى الشفاء، يلا يطورها. دخلت وخرجت، يعني كيدخلونا بالجوج وخرجوا بالجوج. مريم هاي قلتلك الوالدة، الحمد لله شركنا معكم، دعيو مع اخوتي. كنتمنى المشاهدين ديالنا بدعواتكم ان شاء الله مع الشريفة بشي دعوة الخير بالشفاء ان شاء الله عز وجل. كنا ناويين نخرج اليوم، ولكن اليوم قالوا لنا ما تخرجش ان شاء الله حتى الاثنين ان شاء الله عز وجل. نتمناكم دعواتكم العائله. هادو وليدات تبارك الله، راه واحد بولحيه ما كيشوفش فينا، راه غادي له. نتمناكم دعواتكم ان شاء الله.